طاح. شنو طاح؟ واه يا هول بينك طاح يا برو. يلا لانزي ترى. بينك طايح. ثانكس دوت نت جيمرز كوميونيتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم فرات حميده اي كي اي بيج بوي. اليوم 11 مارس 2022، انتم تتابعوا في البينك طايح على اي اف ام وام تي اش سبورت. موعدنا كلنا ارجع مع الوقايه اذا من 9 حتى لل 11 متاع الليل. نذكروا اللي تنجموا تابعونا على باج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام كيف كيف ام تي اش سبورت، تلقاونا على تويتش البينك طايح. ليميسيون هذه مجعوله باش تلم الكوميونيتي تاع الجيمرز عن نيوز لاكتواليتي والانترتينمنت زاده كل جمعه، تيم جديد وجيست جديد يرافقنا لمدة ساعتين من زمان هير انوريلز في البينك طايح. طاح 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 واه يا هول بينك طاح يا برو. انتم تسمعوا في البينك طايح مع فرات حميدة على اي اف ام وام تي اش سبورت. انتم تسمعوا في البينك طايح مع فرات حميدة والتشكيلة الكل اللي حاضر معنا اليوم. بلاك اهلا وسهلا بيك. الو غبت علينا المرة اللي فاتت. اي هيرثستون ما تفهم حتى شيء في هيرثستون. ايفكا قعدت نستريمي خاطر خديت الكونترا في الليمو. مبروك عليك الكونترا، الناس الكل تصفق لبلاك تشاينا. شنو الجو شنو الامور؟ الحمد لله الحمد لله كتر ايهار نخدم على روحي توا الحمد لله. واليوم فرحانه اللي ارتحنا من البطاطا هاك قعدنا نجري بصافي. ارتحنا من البطاطا يا بطاطا، كانك تسمع فينا ذا اللي صعيب يسمع فينا بطاطا عنده ريفيزيون، اما كانك تسمع فينا وين تو نوصل له ما تخافش ما تخافش تو نوصل. فاش قاعده تستريمي توا؟ طبعا نستريمي في جي تي ار بي في التراب لايف وفي البوبوني وفي دي دي سيت، ونستريمي زيدا فالورنت حاب نرجع ديامون. البارح طحت من ديامون 3 لجول 3 عادي تصير عادي 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 تصير. وفي نستريمي فيفا تابعوها بلاك تشاينا، تابعوها على نيمو تي في. كايزن اهلا وسهلا بيك. عسلامة اهلا بسيف وراد. اليوم كايزن نوتر كرونيكور انفيتي هو اللي باش يكون الكاستر نتاعنا اليوم. شويه خلا تنزيدو نتعرفوا عليك اكثر. ان توكا مرحبا بيك. جوست فوالا زيد اقرب شويه للميكرو باش نجمو نسمعوك. مرحبا بيك مره اخرى كايزن. اليوم في البينك طايح باش يكون عندنا ايبيزود سبيسيال باش نعملوا بطوله صغيره في لعبه فيفا 22 باش يتنافسوا فيها اربعه من اللاعبيه، وباش يكونوا حاضرين معنا لو زيد، معنا بلحه، معنا عمر ملك، زيدا ستريمرز وسوبر ستارز من المنصة العربية نيمو تي في. وترجع معانا للمرة الثالثة في بلاتو البينك طايح سلومة سلومة أهلا وبيك. عسيمة قريد العش هوني معانا في البينك طايح. 18 سنة كبرت. كل عام وانت حايا بخير. عايشك راهي من بكري توصي فيا راني معاش 17 سنه راني 18 سنه راني بوفضوح ردوا لك عندي يونتين تسمع فيا عبيد. كل عام جاي بخير. سلوما مرحبا بيك مره اخرى في البينك طايح. التشكيله الكل في فورما اليوم، سامحوني استناو اطراح سخونه. وكما قلت بكري صديقنا كايزن باش يلعب دور الكاستر اليوم المعلق نتاعنا في البينك طايح. بكري عملنا قرعه بايدي بريئه، وبالطبيعه الماتش الاول باش يكون بين بلحة وعمر. الله 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 ما يعرفوش بعض والله هرلي. عمير وصديق الغالي قرب ليك الميكرو باش نجمو نسمعوك بالقدي. فوالا فوالا بارفي بارفي. الماتش الثاني بين سلومة ولوزيد. سلومة شنو تقول للمنافس نتاعك؟ جود لك جود لك. اسمع راهي حلو انا نعرف هذا سالتها في الكوليس ايلي ترى اي سبورتس كيس عظيم كيس 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 بلاك. انا وفيت اكسايتد اللي خاطر بلحة من اخر مره اللي جاي واليوم زاد من الستريمي يكلاشي في سليمه، دونك سوبر اكسايتد باش نشوف الطرح بين ان شاء الله ما تاخذوا الفاينلز بلحة وسليمه. شوف قد على قديش تحتي على راسه فوالا. وانتم انتم عطيونا كومونتير العباد اللي تبع فينا واللي تتفرج فينا، قولوا لنا شكون تشجعوا شكون باش يوصل للفاينلز وبيان شكون باش يهز تيتر الليله في البينك طايح. كان هذا بروجرام اليوم على اي اف ام وام تي اش سبورت. تو سويت فاصل قصير وهنا راجعين. واه يا هول بينك طايح يا برو. انتم تسمعوا في البينك طايح مع فرات حميده على اي اف ام وام تي اش سبورت. انتم تسمعوا وتتفرجوا يا كايزن يا كايزن رانا في اللايف يا كايزن.
شباب انتم تسمعوا تتفرجوا في البينك تاعي على اي اف ام وام تي اش سبورت. كما قلنا بكري اليوم عندنا حلقه خاصه باش تكون في شكل تورنوا صغير باش تشوفوا اجواء كبيره مع الكاستر اللي حاضر معنا كايزن سخن من الاول. كايزن هكا ولي حاضر خويا ديما حاضر بك حاضر وفيق ديما حاضر خويا. الناس اللي مشيت معنا اللي في المونيت تاع جيمينغ وكل شيء وحاضروا في دي تورنوا تاع لول يعرفوني بالكدا ديما حاضر خويا ديما. اسمعني لازم تتفرجوا عليه راهو كي كاستي في اللول امينيم امينيم اعطينا اعطينا شويه فلو اعطينا شنو الرابي لك تو حاضر نستنى نتعدى مع كوكي تمام بعد تمام بعد نهطوا له لقطه لول ونخليوه يعلق. باش نبداو بالماتش الاول اللي باش يكون بين بلحة وعمر دونك زو ستريمرز من نيمو تي في. اهلا وسهلا بكم مره اخرى بلحة. صباح النور صباح الخير فيق فيق شوف فيق ما جانيش النوم خويا بلحة. خلنا نحكيو شويه خلنا نتعرف عليك شويه ديجا. كيفاش بديت مسيرتك في ستريمينغ؟ والله بديت المسيره اني نتفرج برشا في عزيز عزيزوس شافش تحيه ليه كنت نتفرج فيه برشا وتغرمت بالدومين هذا على الاخر دونك بديت فيه بشوي بشوي من الاول لقيت صعوبات شويه مع الدار صحيح هاي ما قبلوش بالي حكي خاطر جديد عليهم ومن بعد بشوي بشوي خديت كونترا بديت نحسن في اموري وامور الدار بديت تقبل المسيره بشوي بشوي. وبلحة نحب نسالك انا من اللي بديت لليوم كيفاش نجم تقيم الباركور نتاعك انت اون طونك ستريمر؟ راضي على المردود اللي قدمته على الكونتين؟ فرحان على الاخر خاطر عملت كوميونيتي معناها عملت فما برشا عباد تحبني معناها كما قلنا هذيك الحاجه اللي فرحان بها اللي فما برشا عباد تو تحب ومحابه الناس ما تتشريش بالفلوس. شنو الكونتينو انت اللي بديت بيه من الاول اون طونك ستريمر ولليوم احكي لنا؟ انا بديت بجي تي اي وبعد رخيت شويه منها جي تي اي صحيح توا الاكثريه فيفا تلقاني فالورنت فيفا فالورنت وبينك انت وبين بلاك في الفالورنت شكون يقد روحه خير؟ بالطبيعه انا كيسيون ما نحبش نظهر قدام العباد انت بوستد تفكر اخر واحد قال لي بوستد شنو قلت له لعبت له انفيان قداش عطيته تفكر فورا 13 واحد شكون ما نحبش نفحوا اللي هو بربور ما نحبش نفحوا ما تحبش تقول لي هو بربور ما راهو بربور قد ايه فيه تروح هذيك 13 يا لطيف قال لي بوستد يا لطيف بلحة اخويا ما نعرفش حتى نعاودوا نجيبوك مره اخرى في طرح في اطراح فالورنت ولا من بعد كنت تحبوا في الاوف معناها ما يقلقش نحلوا لايف اخر بلاك تشاينا. باش نسالك سؤال اخر في 2022 احنا دخلنا العام جديد شنو باش تكون الخطوات الجايه نتاع بلحة في النيمو؟ الخطوات الجايه مش نحاول نكبر في اسمي معناها نحاول نجيب اكثر عبيد ونحاولوا ماكسيموم اني نجيب كوميونيتي روحي وكوميونيتي البلاتفورم اللي انا فيها خاطر بالرسمي نيمو تي في هي كيما نقولوا نحن عطاتني حياه جديده فهمتني انا كنت عابد اخر ونيمو تي في ردتني عابد اخر دونك نحاول نكبر من روحي ونكبر زاده في اسم نيمو تي في. باش نسالك سؤال انا انت تيم عزيزوس هكا ولي كان جيت عندك الفرصه تزيد سيدس التيم عزيزوس من ستريمرز جدد توا اللي طالعين في النيمو شكون تجيب؟ بلاك تشاينا تسخن في ايديها على اليمين من غادي انا نصور عوداي كان تكون معنا سيدس حبارة حبارة واحد حبارة انا بالرسمي حبارة ذاك كيما قلنا حبيته يكون معنا في التيم اما ما كتبش ربي علاش لي بالك نهار يكتب دونك هوني بالها انت تو تحكي على حكيت قلت كلام الحقيقه نجم انا جو لانتربريت كيما انا قلت اللي نيمو بدلت لك حياتك نيمو بدلت لك حياتك جيماجين ان طونك كارير نتاعك في ستريمينغ هكا ولي انا بديت في النيمو اي الكارير نتاعك ان طونك ستريمر في النيمو هي اللي شنو الميساج اللي تنجم توصله جوستمون للي جون هذوما اللي قاعدين تو يتغرموا بالستريمينغ يتغرموا بالجيمينغ شنو النصيحه اللي تنجم تعطيهم؟ نصحهم كملوا واخدموا معناها ديما اعمل برشا سوايع باش العباد تحبك اكثر باش العباد تستانس بيك اكثر خاطرك انت كي تعمل مثلا كيما قلنا احنا ساعتين في النهار ثلاثه معناها فما عباد تحب اكثر عم بتحب تركش 10 سوايع تصبيحه 24 ساعه هذيك اش تحب لعبه شنو انت لاستوس تاو اللي تعطيه لهم لي جون هذوما نحكيو سورتو راهو على عبيد صغار 12 13 14 سنه قاعدين يتابعوا فيكم تبارك الله وتنرجعوا له ممكن من بعد السوجي هذا اللي هي مسؤوليه كبيره الف لي جون يتابعوا فيك الف لي جون مغرومين بيك ومتاثرين بيك وبقيه لي ستريمرز بطبيعه الحال ما تحسش اللي هذه مسؤوليه كبيره واللي انت فينالمون لازم توصل ان ميساج لازم توصل حاجه بوزيتيف للي جون انا من الاول ما كنتش نحس فيها المسؤوليه هذيا ما بعد كي كبرت شويه في الكارير نتاعي وكبرت الكوميونتي نتاعي عرفت اللي لازم ننفلونسي بالكدا على العباد فهمت دونك تبدلت حتى في كليمي في ستريم
كنت في ستريم كنت كيكة تايش نقول أي حاجة. توا اللي تنرزن أي كلمة نقولها في ستريم، خاطر نعرف اللي برشا عبيد قاعد تفر سوا مني أنا سوا من جماعة مثلا عمر خاطر يسكن معايا ولا عزيز ولا باديس، فهمتني؟ نحاول ديما نوصل المساج به للعبيد ونصحهم يخدموا على رواحكم، راهي فرصه بيه راه ستريم وراه هو المستقبل، ديجيتال هو المستقبل ان شاء الله. يوصل الميساج نتاعك. احنا تو شكون باش تلعبوا انتم ساعه؟ بي اس جي. انت بي اس جي وانت ليفربول، جوست ما تحطوش الفيفا بلان اكرون، خليوها فوالا. جونا احلى جو عمير وخويا باش نتعدي لك اللي كنت قبل ما نكملوا نلعبوا الطرح نتاعنا. بلحة فرد مرة نحي الصوت نتاع الكاستر، كنت تحب في البغامة يتخاج خاطر عنا كاستر هوني حاضر معانا اليوم. عمر مليك مرحبا بك، قدم لنا روحك، ورقة قص شطر ورقة وستيلو وقدم لنا روحك. عمر مليك 24 سنة ستريمر عزيز ستيم كاب، شنو تحب بخير؟ كاو شنو كنت قرايتك؟ اش عملت؟ اش خدمت؟ قريت باك بلس 3، انا قريت 3 سنين جيني سيفيل، دبلومي من زيت صفاقس، كملت قرايتي. تحيه للشبيبه اللي تسمع فينا من قبل، نخدم من قبل، عندي ما نعمل في حياتي الحق، زدت ستريم حاجه باهيه في حياتي، اكتشفت اللي هي المستقبل، فهمت؟ كاو كملت خدمت والحمد لله. وجوستومون لنا كيفاش بدي غرامك بالجيمينغ قبل ما نتعدي الغرام سير؟ انا نعرف عزيز من بدايته، كنت ديما معاه في اول ايفنت عملناها في صفاقس وقت عزيز مازال في بدايته ومشى معانا، تعرفت عليه غاديكا، من وقتها قعدت تبع في عزيز شنو يعمل كيفاش بدا في يزار كل، قعدت معاه قعدنا صحيبات لين غرمني هو وقال لي فازي جرب، جربت ما رجعتش نادم. انا بالنسبه لي الستريم ونس معناتها كي نحل لايف نلقى عباد كومونتي نقعد نحكي معهم ويجاوبوني، انا من اكثر العباد راني نجاوب في لي كومونتير باهي ولا خايب، كان سبيتني راني مش نسبك، قلت لك كاميرا باش نجاوبك كيف كيف، معناها راني نجاوب نتونس بعباد ولا عباد تونس بيه. وشنو باش نراو منك في 2022 ان شاء الله عمر؟ 2022 مش نخرجوا شويه من نيمو، مش نمشيو شويه يوتيوب شويه تيك توك، مش ندورو شويه باش نسافروا، مش نعملوا حاجات جديده على اليوتيوب ان شاء الله. تخدم انتروت باش تخدم على ليماج دو مارك نتاعك انت؟ ليه باش نتفرهد، انا مش نوري للعبيد، مش نوري للعبيد اللي نحنا تنجم تعمل، تنجم تشوف، تنجم تطور من قدراتك، تنجم تكون، تنجم تعمل برشا حاجات من ستريم ومن ديجيتال بالطبيعه. واضح واضح، يعطيك الصحه عمر، يعطيك الصحه بلحة. شباب احنا توت سويت نتعدي ولا تشالنج؟ The challenge fight. عمر مليك بلحة، عمر مليك باش يلعب فريق البي اس جي، بلحة بفريق ليفربول. شنو تكهنات الشبيبة اللي حاضرة معنا هوني في البلاتو؟ سلوما نبدأ بك انت. أنا نتصور بلحة يربح. تتصور بلحة يربح؟ بالله خلنا نعطيكم معلومة. قل. حتى كي كنت نلعب برو برو سيس وبالكلافي عمري لعبت بالمانيت، لما كنا نتحط في تحدي راني نربح. انا يا برو كنت نلعب الفيفا بالكلافي، معني انا نلعب الفيفا على البي سي، كنت نلعب فيها بالكلافي قبل. انا برو سيس، تحكي لي على شيفشينكو في تشيلسي؟ انا برو سيس لعبتها في البلاي الحق نتاع ربي، معني بعد ذكر في البي سي. زيد صديق شنو تكهنيتك؟ انا تكهنيتي بلح بلحة خويا، فيفا بلحة شددها فيفا بالجلد عمر ديما جيتي نورمالمون. هوني ظهر لي التكهنات الكل تمشي مع بلحة، انا نمشي مع خويا عمر خاطر حسيته كلي دوين شويه، قال انا باش نحطها في مخي تاو باش نربح. كايزن خويا اعطينا انت تكهناتك. انا بدي باش نكون مع عمر، معناها على الاقل 2-2 عرفت، ما تكونوش ياسر محايدين معناها البلحة وكل شيء، 2-2 وان شاء الله خويا اللي عنده في ديه بالكدا خويا اللي باش يربح معناها. يال ركت وشوش اللي وشوش لسانه يلشلش. يلا شباب ننسيو الطرح. عنا المعلق نتاعنا كايزن حاضر معنا اليوم، هو اللي باش يتكفل بالكاست الليله في البينك تايح. يلا شكون تشجع انت ساعه بين ليفربول وبي اس جي؟ شكون تفضل؟ خليني نقول انا جمعيتي ما تلعبش يعني، دونك ما نشجع ليفربول ميسيرش، خاطر انا نحب ريال مدريد ونحن ربحنا مع بي اس جي، عملنا كونترا ريمونتادا نهارين التالي، دونك انا انسان سعيد في الدنيا، فهمتني؟ للناس اللي قاد لي بي اس جي باش تربح الريال انا انسان سعيد، اما باقي شجع ليفربول معناها، خاطر بي اس جي انا كرهها، بار كونتر امبابي جينا، دونك بي اس جي ما سي اوفيسيال سي بون، معناها هو جيل الستاد في مدريد وخسر
هكا هاو معناها معناها ناصر الخليفي مسكين ترزي في مبابي تخير فلوس وكما ترزي في الشامبيونز ليج. يلا الوليد صلاح. صلاح خويا فخر العرب. صلاح الهز الشامبيونز ليج معناها في مع ليفربول وقت 2019-2018 وقت لعب كونتر ريال مدريد. ليفربول لعب كونتر ريال مدريد وقت ربح 3-1. بار كونتر كلوب حتى في قلبه خاطر كلوب وصل مارتين معناها فينال بدورتموند وليفربول حتى في قلبه كمان عام 2019 هزه هو. وطبعا تتلقى البارتي نتاعنا تاع قبل ما تنطلق البارتي اسكو نجمو نرجعوا صوت الماتش خويا بلحه الغالي الجميل من ما يفكش الولاد دينا بالليكس كمانيتي ما تخدمش شنو فك بالليكس نجري بالاير ليش بكره في جوارات الفيفا راه يلزم ديما فما كونديسيون مزيان على الاخر جميع يلعبوا يلزم معناتها مريقله فماش لاك اكيد ويبدا كل شيء مانيش لاك خويا كريت بكري 120 ميجا فوالا خاطر خاطر فما جوارات ياسر رابيد كيما مبابي وكيما نيمار دونك يستحقوا كي البينك طايح باش ينجموا هوني خويا البينك ما ينجم يكون كان طايح. كايزن نعطيك الكلمه صديقي الغالي نرجعوا للمباراه نتاعنا عند البي جي كونتر ليفربول فاينل شامبيونز ليغ في الفيفا بركه مش في الدنيا خاطر بي جي خرجت تمشي كوره لبي جي نيمار الغدار يمشي نيمار على الشيره اليسار يمشي نيمار ولد البرازيل نيمار يوزع كوره مبابي ولكن أليسون متوفق في الكرة هذه ترجع الكرة لساديو ماني السنغالي اللي هز الكوب دافريك عام سنين ساديو ماني بالكرة يتوخر يعطي كرة مزيانة برشا تياغو شوت ولكن دونا روما للتصدي موجود حكيمي يعطي كرة غلطة لانش يعمل روبرتو فيرمينو يضيعها فيرمينو مزيانة برشا اللقطة اللي عملها فيرمينو لكن الكرة تمشي على العارضة فما لان توزيعها ركنية جيم عند ليفربول ترجع الكرة لأرنولد يعطي لصلاح صلاح فخر العرب صلاح المصري يعمل جيست تكنيك نتاعو صلاح يا صلاح واش قاعد تعمل ديفونس تاع بي جي لكن الكرة تتقص ترجع الكرة مرة أخرى لفريق ليفربول جيست تكنيك مزيانة برشا على الهدف الأول ليفربول نستغلوا برشا بلحة حبيبي الغالي نستغلوا الهدف كان نجمو جوست ندخل الباراميتراج نراجعوا صوت الماتش من غير جوست الكومنتاتور خل تدخل شويه العبيد اللي قاعده تسمع فينا سور انتين سورتو ما مش قاعدين يتفرجوا يعني فينا يعني كيما نشوفوا بونتو رديء جدا يعني بونتو غير فوالا الكوموند ايفال هذاك اننا نهبطوا برافا بلحة اخويا مبروك البونتو نتاعك ديجا سو كلين بوتو مزيان برشا من عند خونا بلحة عمر اخويا توا لازم توا ترجع توا ترجع عندك توا جليتش كيكوف كان تعرف جليتش كيكوف توا تنجم ترجع بيه معناها تمشي الكره شوف الفازيت شوف علق علي انا في الفازيت تفرج تمشي الكره اللي كاناغي تتقص الكره لروبرتو فيرمينو روبرتو فيرمينو يعمل جيست تكنيك روبرتو فيرمينو يعمل لكن الكره وهوني للعبيد اللي تسمع فينا سور انتين ندعوكم باش انكم تجيو تتفرجوا فينا جوستومون اون لايف ستريمينغ هوني في البينك تاعح على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام كيف كيف ام تي اش سبورت وهوني نعطيك الكلمه كايزن خويا فرات نقص عليك خاطر جات الكره لمبابي لكن ضيعها ترجع الكره للديفونس لكن خلطه كبيره برشا عملها الديفونس تاع ليفربول يعطي الكره لاتاك تاع بي جي لكن اليسون متالق اليوم ترجع الكره لاتاك تاع ليفربول روبرتو فيرمينو مرعب الحراس البرازيلي ولد بلاد نيمار البرازيلي روبرتو فيرمينو فينيس شوت لكن برا البره مزيانه برشا المحاوله عند روبرتو فيرمينو اوت يا حبيبي اوت هاي غادي تبومبي الكره غادي بريجي ترجع الكره لفريق بي جي لكن كره تتقص ترجع الكره لتياغو الكانتارا القادم من بايرن منشن ترجع الكره لفابينو يعطي الكره صالح فخر العرب كالعاده شي عمل صلاح يتوغل صلاح يعطي باس في الريتري مزيانه برشا الهدف الثاني لفريق ليفربول عمر قاعد يمتع فينا معناه بالجيست تكنيك وهوني الرقصه نتاع الرقصه نتاع فيرمينيو يستفز في خونا عمر هوني في البلاتو وانا نعرف عمر هو باش يعمل ريمونتادا راه هكا ولي عمر ماشي ميسي 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 سبع بالون دور يوزع ولكن الكره ترجع لليسون ترجع الكره لتياغو الكانتارا يوسر مزيان مع تياغو الكانتارا ماني ساديو ماني 3-1 شنو ينجم يعمل هنا روبرتو فيرمينو يعطي كره لصلاح صلاح ولا هدف الثاني الهدف الثاني لصلاح ليفربول لكن اورجو اوفسايد صلاح الفار هو يقول اوفسايد
ونعاود نذكر العباد اللي قاعده تسمع فينا. احنا قاعدين نلعبوا في طرح فيفا 22 هوني في المباشر في بلاتو البينك تايح في اي اف ام. عمر ملك كونتر بلحة هوني الماتش سخن اثنين بليش بونتو مازال كي نحال حكم اورجو. ولنا نعطي الكلمه للكاستر نتاعنا للمعلق نتاعنا كايزن وترجع الكره للاتاك بتاع ليفربول ياسر مازال نجلس تكنيك وكل لك تفك الكره ترجع ترجع الكره الحكيمي ترى مصلوب قول له اي صحيح ليه ياش بكره في جوله الفيفا ديما نقاوي اكسكيوز معناها. نرجع للمباراة نتاعنا ترجع الكرة لروبرتو فيرمينو المتألق اليوم. روبرتو فيرمينو روبرتو فيرمينو شو يعمل؟ وين الدفونس تاع بي اس جي؟ وين الدفونس يا عمر؟ وين الدفونس يا عمر؟ فيفا الدفونس يا عمر. او يو 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 فيرمينو 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 يبدا يمتع فيرمينو لكن ترجع الكرة لنادي بي اس جي نادي الامراء. ترجع الكرة لراموس القادم من ريال مدريد اللي جوند تاع ريال مدريد تمشي كرة ياسر مزيانة لمبابي امبابي امبابي لكن يضيع الكرة امبابي فاش قاعد تعمل تضرب في صبعه الكبير نتاع سيخ مش مني انا. ترجع الكره لي هندرسون هندرسون يعمل جيست تكنيك غلطه تتقص الكره ترجع الكره لبي اس جي لكن فما حد امبابي فان دايك مغطي معناها فان دايك الكبير مغطي امبابي معناها انا ماذا بيا حبيت الرا امبابي وفان دايك في الدنيا حبيت نشوف امبابي شو يعمل فان دايك لكن فان دايك نعرفوا كيسح برشا في الدنيا ما نصورش كيش تعدى بيه كما في الفيفا. نرجع طول الشوط الثاني نتاعنا ترجع الكره لي ليفربول ليفربول كرة لي صلاح صلاح يتعدى لكن مو صلاح مخالفة مخالفة لصالح ليفربول تمشي كرة تياغو الكانتارا هندرسون مزيانة برشا روبرتو فيرمينو روبرتو فيرمينو ايش باش يعمل يفسخو يتعدى روبرتو فيرمينو فما حد معاه روبرتو فيرمينو ايش يعمل باقي يعمل في الجيست تكنيك نتاعو لكن ضيع الكرة ترجع الكرة للبي اس جي لكن مرة أخرى تتقص ترجع كل هندرسون فما باس لكن فما أورجو رجع من أوفسايد استيميتا دفاعية من عند عمر هوني ما خليش فيرمينيو يتحرك ما خليش صلاح يتحرك يلعب على الأورجو لاحظني هذا ثاني أورجو في الماتش اثنين بليش ليفربول اثنين بليش بلحة كونتر عمر عمر يلعب البي اس جي بلحة ليفربول اطرح فيفا 22 هوني في المباشر للعب اللي تسمع فينا سور انتين التحقوا بينا اون لايف ستريمينغ على باج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام وام تي اش سبورت ترح سخون 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 وهوني نعطي الكلمة للمعلق متاعنا كايزن ترجع الكرة لصلاح صلاح يوزع أوه حبي مركب ميقاسية كان مستعدة جميلة جدا حبي مركب كوتيزو لكن ترجع الكرة روبرتو فيرمينو روبرتو فيرمينو يتبخر مرة أخرى روبرتو فيرمينو ولكن الكرة تتقص لي دونا الروما حل كلوار فيرمينو غادي يوزم اي فيرمينو لقاه أطرود مقبلة قاعد يتعدى من غاديكا يا عمر يزمك تفيخ في الديفونس يا غالي عندك ماركينوس كايزن كايزن قالك نعطيه البلاك تعلق شوي اي تفضل تاخذ الكره مره بلاك علق اي الكره تمشي عند الحمر الكره تمشي عند الزرق اسرع عليك نعرف الكاستي بسم الله عليك جسمه نقصتين ما هيش لابسه مرايات هذاك عليها انا حبيت الكاستي كايزن خويا الكره عندك ترجع الكره لصالح ليفربول روبرتو فيرمينو مره اخرى يتوخى روبرتو فيرمينو قاعد يؤدي في ردود طيب جدا مع عند روبرتو فيرمينو لكن الكره وحده فيرمينو لكن فما اوفسايد فما اوفسايد للبي جي بي جي ماركينيوس يعطي كرة لوينالدوم غاناغوي يعطي كرة لكن خايبة برشا الباس تمشي تتقص للفتاف فريق ليفربول روبرتو فيرمينو مرة أخرى يتوخر روبرتو فيرمينو عمل أربعة دنجت أتاكس وحب يعمل شيب شوت حب يعمل شيب شوت روبرتو فيرمينو لكن الكرة شيب شوت شوت شيب شوت ترجع الكرة لروبرتو فيرمينو مرة أخرى روبرتو فيرمينو فرات بالرسمي قاعد يبدأ ويمتع معناها خونا عمر أورسي جي اليوم في الديفونس ترانسفيرسال خويا بينك تايا طيب اول مره نلعب طرح فيفا في حياتي اي ولا هيك تلعب مليح اثنين شيء صغار عمر باهي كيما خيش 28 باهي بالحسن كل نهار لا يفوت الكل ما عمر قبيله يحكي قال لك انا كان يلعب في جي تي اس 5 برشا معناها عنده برشا لعب فيفا نتصور كان يلعب فيفا المده هذيا راهو قاعد يعدي في مردود طيب حتى كان يلعب فيفا راني نتحدى اي انسان يلعب فيفا بتحدى العالم بعدين اسلوب راه شوف التلفاز هذيا ما يعملش شيء بلاك شاين بلاك شاين حاب نقول انت قاعد يلعب في جي تي اس قلت حتى كان جاي يعرف ايمي في جي تي اس معناها عمر خويا تي في الحمد لله في العربي يتنبر خلي يتنبر وين هاني الرابع في النيمو اي توكا اخلط لي اخلط لي بلاك شين ماك عملت لا ما نخلط لكش انا نفوتك انا نفوتك انا معاكي وبالواحد معاكي وبالواحد تكلاشونا نكلاشوكم من غادي عمر خويا مبروك التبكات في النيمو صديقي الغالي الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنت توقع توصلوا خالد مهم شي كان اكثر انا نجم نجاوبك بحاجه بركه اللي يخدم اللي يخدم في الدنيا هذه راهو يلقى مهما يكون
اي انسان تخدم تلقى ديما خدمت باش نلقى. واضح خويا ما بانوا الميساج نتاعك خاطر انا بدي نمن بها الحاجه هذيا. واي عبد يحب يوصل لاي حاجه يخدم خويا ويتعب ويكسر راسه ويسهر. واليوم عمر زيدا لازم يتعب باش ينجم يربح خونا بلحه هوني ليفربول كونتر البي اس جي. ليفربول 2 بي اس جي 0 دونك بلحه 2 عمر 0. نتوما تسمعوا وتتفرجوا في البينك تاعي على اي اف ام ام تي اش سبورت. قاعدين نلعبوا في طرح فيفا 22. تعليق عندك كايزن؟ ترجع الكره لي تياغو الكانتارا. تياغو الكانتارا واحد وقت باس لتريو روبرتو فيرمينو. روبرتو فيرمينو يضيع الكره. روبرتو فيرمينو ظهر لي يسمع ظهر لي قاعد يضيع بالعاني بالحاره وقاعد يضيع. هو 87 دقيقه ربح 2-0 قاعد يعمل ماركه 3 بوند وما يدخلش للدار. خلي مره وحش تو. ترجع الكرة لخونا عمر تمشي لميسي. ميسي تتقطع الكرة ترجع لفريق ليفربول. مازال دقيقة برك مسكين ميسي تحمص ما مس حتى كورة. مش تقصوا الكرام تاع فيفا ماركيو بوند ونرجع في اللايف كل مرة انا ماركيو. هو هو في الطرح ديجا ما تمس حتى كورة وفي طرح وقتها في الدنيا كوتر ما مس حتى كورة. باريس معناها مسش شوية برك كورة ما عمل حتى شيء. نرجع للمباراة نتاعنا دقيقتين إضافيين يزيدهم الحكم المباراة لكن ليفربول هنا هو اللي هو اللي ربح 2-0 وليفربول يفوز بالمباراة. يوفا جي احنا تصريحات ما بعد المباراة مباشرة هوني من البارك دي برانس معنا. بلحة خويا شنو تصريحات متاعك؟ اثنين بليش ضيعتوا برشا فرص مما القريسة ملكيتو زوز بونتويت. زوز بونتويت كانوا ديسيزيف في الطرح هذايا. شنو رأيك في سكور؟ رأيي في سكور عادي جدا. يتسمى شويه يتسمى شويه معناها سيستو خاطر يحرز يسكن معايا كل شيء. عمر خوي والله سكور معناها نتخيلوا معناها خدمنا عليه لاعب الاحسن الرديء جدا عندك واحد اول مره يلعب 28 19 شيء حقك. مبابي ما لعبش ما كورش. ميسي ما مضروب والله ما كور غالب دفع الله دفع الله ومكان اعظم. احنا توا باش نتعداو للماتش الثاني بين سلوما ولوزيد. دونك سلوما انت توا باش تمشي تركح ليكيب نتاعك غادي باش تقلب انت وعمر زيد بينا كيبا باش تلعب مارش. هو خذ بي اس جي ما نجمش ناخذ بي اس جي. اي مانشستر وين بايرن كالعاده بيحط له مانشستر ويحط بايرن. نكمل نحكي مع زيد ومن بعد نتعداو تو تسويت للطرح الثاني اللي باش يجمع سلوما وسلوما كابيتا ولوزيد. دونك زيد شتورو هكا عزت شتورو سامحني صديقي الغالي AKA لوزيد 34 سنة قريت في HEC كارتاج ستريمر وكوفاندر متاع تسكرتي بونتين. واليوم انت توب 1 في ستريمرز جدد في النيمو وتحصلت على المرتبة هذه لأول مرة في النيو ستارز في النيو ستارز ونيو ستارز. ديجا انت كنت ماش تفسر لنا الكونسيبت متاع نيو ستارز. كونسيبت تاع نيو ستارز كونسيبت هو سي دي ستريمر جدد خاطر اون فيت شنو انا كان عندي كونترا مع نيمو قديم في شان قديم اي دوكو معناتها كنت تسمى من الاولد ستريمرز. وبعد فيكو صارت لي مشكله فيها عملت شان واحده اخرى جديده وهي اللي تسجلت بها في نيو ستارز فهمت بي. فيكو عندي مقبل البوبولاريتي وكل شيء ومع مع الاولاد وكل شيء دونك فوالا نجمنا نجيبوها فهمت بي. خلينا نبداو نحكيوا عليها التجربه هذه. انت كيفاش توصفها كيفاش عشتها التجربه هذه من الاول للاخر من اللي بديت خلينا نقولوا المسابقه هذه نتاع نيو ستارز لين وفات ولين خرج اسمك انت اون طونك توب 1 نيو ستار في نيمو في العالم في العالم في العالم. ناكد للعباد اللي تسمع فينا في العالم خاطر نيمو تي في ماهيش كان عرب مونديال من اندونيسيا وفما ماشين وفما من العالم الكل فما من تركيا فما من اسبانيا ظهر زيدا من الصين والكومبيتيسيون دوم جمعه فما برازيل الكومبيتيسيون دوم جمعه هاي معناتها كل التصفيات كما نقولوا فما تصفيات بعد 8ام وكار ودومي فينال. وانت جوستومون كيفاش عشتها من التصفيات حتى كي وصف لنا من هما 7 ايام وفات من هنا تعرف شنو تقول واحد كان يعدي في اكزامان ولا ما تستريس كل يوم تقوم تحضر فما تحل لايف وتبدا فهمت لازمك ديما اكتيف ديما اونليني و 7 ايام نهار الاول كيفاش كان ونهار السبعة كيفاش كان والتتويج كيفاش كان سهلين هو صعيبه كل في الفينال خاطر ديت في النيمو ديما في الاخر هي ديما الغدره في الاخر دو فاسون تبدا حتى في لي بوين بعيد نجم يجيك واحد اندونيزي يبدا عنده كوميونيتي تاعو قويه يضربوا له برشا دي بوين خاطر هي كلها دي بوين بين حشيشات هذوك اللي هما غراتويت ريت كي يدخل واحد يتفرج على ستريمر بوندون ساعه يربح دي كوينز يربح دي بوين هو يبعث للستريمر تاعو ويقيدوا له بوينات فهمت
دوكو فما عباد تخلي للاخر اخر 30 اخر بون 2 مينوت وقت تصير الغادره تنجم تكون انت الاول تعمل كيف في اخر 5 سكوند بالايفينمون يجي شكون يضرب لك لي بوين اللي عندك انت ولي هو اوتوماتيكمون الاولادي دونك فيها برشا ستريس وبرشا غادره وكا ولاباس الحمد لله معناتها زيد عندنا في احكي احكي في المايك يا عمر عنده مشكله كبيره مع الميكرو زيد في النيو ستار انت في النيو ستار في النيو ستار عزيز الشفشف السوبر ستار السوبر ستار زوز توينسا زوز توينسا هزوها زوز توينسا مهيمنين على نيمو تي في في العالم نعاود نعاود نذكر وانت كنت تتوقع سامحني انك تحقق النتيجه هذه سورتو بكونت جديد كما قلت انت والله هي صعيبه خاطر نيو ستار والسوبر ستار صعبه على الاخر من اصعب ليزيفينمون في النيمو اللي معناتها بالرسمي فيهم معناتها برشا خدمة هما السوبر ستار ونكثية سوبر ستار خاطر فيها سكورات قويين عبيد تابعوا فيها دي مليون دو فولوورز ويتفرجوا فيهم 100,000 فبعت عبيد يبدأوا يتفرجوا دوكو أصعب برشا فهمت دوكو كازينا بالنسبة لي أنا أي إيفنمون نجم يتهز في النيمو فهمت أصعب إيفنمون ما تهز ذاك سيكا هزيت كوب دي موند معناتها أي إيفنمون ناسيونال وإنترناسيونال حل الشبكة شرفنا أخوي أحضرك معنا وإن شاء الله المرة الجاية أحضر معنا عزيزوس على شليبش نحكيه على تجربة متاعو هذي عزيزوس كان ترشح مرة الأولى جي السابعة هكا المرة الثانية الخامس في الفا المرة هذي هزها عزيزوس ان طونك ستار نتاع نوتر ستريمر ستار في العالم نتاع نيمو تي في لو زيد مانيش باش نبعدو فاصل قصير وهنا راجعين لك انتم تسمعوا في البينك تايع مع فرة تحميدة على EFM و MTH Sports شباب انتم تسمعوا تتفرجوا كيف كيف في البينك تايع على EFM و MTH Sport هوني كان حديثنا مع لوزيد حكينا على تتويجه بتيتر نيو ستار في نيمو تي في العالمية وكان حكينا على تجربته 7 أيام ديمة الكمبيتيشن هكا ولي لوزيد 7 أيام ستريس نتصور وفي الاخر كي تم التتويج فرحه كبيره فرحه كبيره على الاخر معناتها ترتي هذيك هي عباره كنت في بطوله ولا في اي حاجه كلك سوا فهمت معناتها ترتيح وهوني هوني خلينا نفهموا ديجا كيفاش بديت حكيتك مع الجيمينج لوزيت والله بديت هي شو بديت في صيف 2020 ديجا انا باش نحكي حكايتي باش نشجع العباد دي ستريمرات باش يطلعوا جدد جوستمون احنا نحبوا نعطيو دي ميساج بوزيتيف لي جون اللي تابعوا فينا انا تو برشا دي ستريمر يكلموني انستغرام يقولوا لي زيد راه يحب نستريمي راه وكذا راه شنو يلزم كل شيء شنو نقول لهم نقول لهم راني انا كي بديت في صيف 2020 بديت نستريمي بتليفون معناتها نحل الايفون تاعي انا نحل النيمو نستريمي لويب كامله شيء بالايفون كنت نحل فري فاير ويدخل يلعبوا العباد يجي العباد تفرج نعمل دي كادو جيف اواي وكل شيء بشويه بدينا تحسنوا بعد تاخو بيسي بعد تمشي فهمت السي ايفوليتيف معناتها لازم تنجم تبدا حتى بتليفون فهمت معناتها مش يلزمك انستالاسيون كبيره ويلزمك ويب كام ويلزمك فهمت تلفت لسلومه نقوله لها الكليمير خاطر سلومه تحب تبدا تستريمي فيفا ويهجا انا نشجعها معناتها ها سلومه وحدي كاسمع نصيحه الكبار شيخنا راهو اليوم لهنا وانت قريد العش ليه خاطر مش لازم لي مويان معناتها تنجم من نيمبورت كوا تبدا تو ديمار ومن بعد تمشي تتحسن كل شيء يجي في شوية في وقته كل شيء يجي مع بعضه شنو سر النيك نيم ساعه لو زيد عليه لو زيد والله كنت عايش في بيريز 2000 في لونتر 2011 و 2017 غادي كعيطوا لي ما اسمي صعيب زيد عيطوا لي زيد فهمت اخي مشيت في زيد مشيت زيد حليت ويتيت وتوا زيد شنو الكونتنيو اللي قاعد تقدم فيه في النيمو والله في النيمو توا نحل فيفا 22 توا وليت شويه في جي تي ا خاطر ما كنتش نستريم جي تي ا جمله دخلت في السيرفر تاع تراب لايف تاع الاولاد وبديت نتعلم شويه وقعد معناتها خاطر صعيبه جي تي ا باش تدخل ما تنجمش ديريكت لازم معاك عباد دونك ثم دي زادمين كادري وفيا قاعد نفهم في الرولز نفهم فيها بشويه وباش نولي نحل معناتها جي تي ا بي وهوني لوزيد انت تخدم ستريمر نخدم ستريمر كيفاش موافق بين الزوز ساشون كو ديجا توا ستريمر في النيفو نتاعكم انتوما وليت خدمه ابار معناها والله قسم وقتي ريت في نقوم صباح نمشي نخدم معناتها اونتخو تسكيرتي وستريم ديما نحل العشيه مع الاربعه الخمسه دونك فوالا مقسمها بين الصباح خدمه جينيرالمون عامل بيرو عامل دو بيرو في داري وبيرو في البيرو فهمت هكا الاولاد في البيرو جماعه سكرتي وبيرو هذاك هو بيدو ستريم هو بيدو عندك داير انستالاسيون طياره في عندي سيت اب يفتق برفي سلومه نعم سلومه شو محضرت له لو زيد غادي
ربي يستر ربي يستر. انت وليت غنية عن التعريف هوني في البينك تايح. هذه المرة الثالثة تحضر معنا. المرة الأولى حضرت في الحلقة اللي عملناها متاع جيمرز جيرلز. اي ولا كنت انت زيدا حاضرة بلك تشاينا. مرة بعد جينا جيت ان طانك كاستر حاضرة معنا. واليوم سلومة كابيتا في بطولة البينك تايح في 18 سنة فيفا 22 بلاير. شخصية محليها برشا تزيدوا تكتشفوها توا في الاتراح. شنو الفريق اللي بتلعب بيه؟ باير. وانتي لو زيد مانشستر. يلا نتعدي وتوت سويت للتشالنج. The challenge fight. حليت اليوم مدراها سخونة برشا وسلومة محضرة روحها من غادي. لوزيت كيف كيف مانشستر. سلومة ايش قالت هي؟ سلومة باير. سلومة باير ديما باير نسلومة. مي اي حاجه بيها يا روكي تستنس بجمعيه معناتها قد تلعب بها برشا دونك تفهم الجوارات الكل تفهم فورماسيون نتاعك الكل تفهم التكتيك. انا قبل ذكر بروسيس روما معنا اللي قبل بروسيس اصلا كانوا يلعبوا بلدان قبل معناها بريزيل فرنسا ايطاليا ما حبوش يهزوا معناها جمعيات يهزوا كان بلدان بريزيل وقتها برو بريزيل وقتها قويه برشا قويه ياسر راجل شاكير هذاك نحكيو يا سلومه ركي تحكي نسمعوا يا سلومه يا غالي ركي انا مانشستر بين فيهاش كريستيانو مازال ما وصلش كيف ما وصلش فماش كريستيانو غادي ولا عملت ميزاجور بكري لا ما فماش حتى دوزيام ايكيب فماش بكشي اوري كيب مضروب خاطر ما لعبش في الدربي بتاع مانشستر سيتي نورمالمون كيبدا مضروب يحطوا من حطوه بقى تحب تبدل الايكيبا لزيده ولا ما يقلقش كيما تحب خويا خذ راحتك خلينا نلعبوا على الجو نلعبوا على الكوب ديما نورمال فرفان معك الضحكه الضحكه نتاع باهي نلعبوا على الجو باهي باهي نلعبوا على الجو باهي يلا جايز دونك مانشستر كونتر اف سي بايرن سيء خويا نندو توا نذكر العبيد اللي قاعده تسمع فينا سور انتين على زوند نتاع راديو اي اف ام تنجموا تلتحقوا بينا باش تتفرجوا على طرح فيفا 22 هوني في المباشر في بلاتو البينغ تايح في راديو اي اف ام تلقاونا في الباج فيسبوك نتاعنا ام تي اتش سبورت تلقاونا كيف كيف في الباج فيسبوك نتاع راديو اي اف ام وتويتش البينغ تايح هوني نعطي الكلمه للمعلق نتاعنا كايزن صديقي الغالي الكره عندك اف سي بايرن كونتر مانشستر يونايتد انا ساخ نكمل سلوما بارامو بشريك المانيات نتاعها ولا لوزيد نو فما مشكله نبدل في المانيات مش قاعد تبدل كمل ركح حمورك سلوما الغول هذا جويستيك معطوط وار 2 تجري خويا احنا نعاودوا نذكروا شيء بالاحسن انا ما جبتش مانياتي كيف نذكروا العبيد اللي قاعده تسمع فينا سور انتين قاعدين نلعبوا في طرح فيفا 22 هوني في البينك تاير نذكر بالتشكيله اللي حاضره معانا على يميني بلاك تشاينا في الاحمر محليها اليوم ومحليها ديما على يساري كايزن المعلق نتاعنا عمر عمر اللي خسر اثنين شيء كونتر عمر اللي خسر اثنين شيء كونتر خونا بلها سلومة لزيد يلا نبدأ الترح سي بون كل شيء رجلت المانيتا نلقاو في ديزكسكيوز تاع المانيتا لي تنطلع احنا نلقاو راه ديما نلقاو ديزكسكيوز توين سارون يلا جو الكلمة عندك كايزن المعلق نتاعنا اليوم في البينك تايح مانشستر يونايتد كونتر اف سي بايرن نتوقف المباراة نتاعنا عندنا الريد ديفلز كونتر بايرن ميونخ تمشي كورة لأليكس تيلس أليكس تيلس يلقى روحه محصور لكن يعطي باس غلطة تمشي للفريق بايرن سلومة بليفاندوفسكي اللي استنى في البالون دور نتاعو تمشي كورة لغوريتسكا ولكن تتقطع الكورة ياسر مزيان التاك اللي عمله فاران تمشي كورة لبوجبا بوجبا يعطي كورة لكافاني كافاني ترجع الكورة لسانشو اللي جاي من مانشستر سيتي ولد مانشستر سيتي وجاي من دورتموند يتوخى لسانشو سانشو سيعمل يحاول يلقى في سوليسيون لوزيت يعطي كورة لكافاني كافاني القناص لكن يضيع الكورة ترجع كورة لباير ميونخ سلومة تحسها متحزمة غزر كيفاش مركزة في الطرح قاعدة تحب تربح معناتها قبيلة قالت تحب نلعبوا على الجو اي الضحك الضحك بتاع بيه سلومة ما تحبش تربح سلومة تحب تربح سكور كونتر المانيات مزلت مش مقدور معناها هي مركزة برشا في الطرح نرجع للطرح نتاعنا تمشي الكورة ل لحظة بركة كايزن كان تحب لوزيد نعملوا كوبير كان تحب تركح البارامتر خاطر اون فيت التاكل دورة وكارو مقلوبين اي ركحهم هيا نركحهم كملوا سؤال فيسق خص عليكم بالعسل شكون يمارك على اليمين وشكون على اليسار مانشستر ماركي على اليمين باير ما فهمتكش سليمه وين تماركي يمين ولا يسار
سليمة تمركي علي صحيح علي مين ليه علي صار هي هي مسيش مسيش دخلها بعض ليه خط الكورة حبنعمل ديديكاس سبيسيال ديديكاس عنا رأو بعد الدرج ديديكاس تو تو ميسيل سبيسيال ديديكاس عطينا اخويا اش فما كومونتيريت تو شنو قاعدين يحكيو الشبيبه او عندي شكون زاد مخلي اللايف نتاعنا تحيه اخونا استبرق استبرق تحيه ليك يا غالي تفرجوا فينا 8800 قدموا لهم تحيه 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 للشات غريك ام سي تحيه للشبيبه اللي قاعده تتابع فينا هوني في البينك تايح اون لايف ستريمينغ على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام ولا ام تي اس سبورت. الطرح يرجع الكره عندك كايزن. نرجعوا للمباراه نتاعنا. تمشي الكره لالكس تيلز على الجناح الايسر. الكس تيلز يجري يحاول يلقى في سوليوشنك. الكره تتقطع تمشي للفريق مانشستر يونايتد. رمية التميس ترجع الكره لبرونو فرنانديز المتالق البرتغالي. تمشي كره لكافاني. اسكو اون اوفسايد ولا لا؟ اي اوفسايد. اي اوفسايد كافاني. ترجع الكره لبايرن ميشن. نوير مرعب الحراس. نوير ما حد ما نجم يلعبوا حد نوير في الدنيا مرعب بالحق الحراس. او امبرسي من كره لاتاكو مرعب الحراس اما نوير مرعب الحراس بالحق. بعدها ترجع الكره لغوريتسكا. غوريتسكا ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي تمشي كره ليفاندوفسكي مره اخرى. ترجع الكره اللي كتتقص ليفاندوفسكي باقي قاعد يحارب على الكره اللي كتتقص من عند ماغواير. ترجع الكره لديخيا حارس الريد ديفلز. ديخيا اش تعمل يا لوزيد دربك ما تاخذش ريسك ترسلومه يا لوزيد. تتقطع الكره تمشي لديفيس تتوخر سلومه لك تقطع الكره ترجع للوزيت وتمشي كره رمي التماس لبايرن ميشن. ترجع الكره لغوريتسكا نفذها غوريتسكا. ترجع له مره اخرى لكس ديفيز. الكس ديفيز يعطي كره مزيانه برشا لروي ساني. ساني يتوغل لو جرى باس روتري سلومه تعطي باس روتري لكن وين هو روتري برشا ليفاندوفسكي مزيانه برشا الباس ما عند كيميتش لا مش اورجوي فورات هو اونسايد. ترجع الكره غلطه كبيره برشا عملها لوزيت لكن ديخيا متالق. ديخيا فما مشكله في ليه بس مش بالعاني اما ليه سي بون سي بون مانيت بلاي كات هذيك تمشي ركنيه لي سلومه اللي تلعب بايرن ميشن اللي تماركي على اليسار بلاك تشاينا خاطر قبيله سالتني اليسار اللي هو يمين نتاعك اللي هو يسار نتاعي ليه بلاك يمين نتاعك حاسيرو اي صحيت هكاك فوالا بي ناجي المباراه نتاعنا. تمشي الكره لبرونو فرنانديز. برونو فرنانديز يعطي كره لسانشو. سانشو يحاول يلقى في سوليوشن يعطي كره لبرونو فرنانديز. برونو فرنانديز جيست تكنيك مزيانه برشا لكن تقطع الكره. ترجع لسلوما. سلوما غوريتسكا يعطي الكره ليفاندوفسكي البولندي. ترجع الكره تتقص الدفاع الريد ديفرز. تمشي كره برونو فرنانديز. كافاني القناص. برونو راشفورد سامحوني. ترجع كره راشفورد. راشفورد يتوخر. راشفورد يسدد لكن نوير بالمرصاد. نوير بالمرصاد وهوني نوير بالمرصاد وانا نقص عليكم بالعسل. توا 59 دقيقة تروح نكملوها بعد نجموا تعملوا بوز وليد وإحنا هكا نكون وصلنا لآخر ساعتنا الأولانية في البينج طايح. لكن قبل نخليكم مع بيستوف الحلقات اللي فاتوا بلاك تشاينا تعمل في الشرب من غادي. دونك شباب ما تبعدوش هنا راجعين.